في عطري سحرا سيحرر أوتارك. لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك. لحست عطوري إن لمست ما صافح يوما إذفارك. نرجع هيك بنكفي بنصير بنشوف انه العطور يلي بدها تنشهر او بدهن يلفتوا نظر المستهلك لإلها، وخصوصا وقت تكون الشركات عم تروح للطرق التسويقية يلي ميزت بالبداية العطر النسائي عن الرجالي، وهذا باعتقادي يعني كروائح ما المفروض يكون، لأنه إذا بتشوفوا نحن كأشخاص اختلفت أشكالنا بس لأنه نقدر نميز بعضنا. بالنسبة للحيوانات أجلكم الله ما بتميز بعضها بالشوفة، يعني يمكن لبعدين تعلمت، بس بتميز بعضها وقت تشم ريحة بعضها، بتشوفوا انه يعني لاحقين بعض بس ليشم ولا يعرف هذا ذكر او انت. نحن بنميز كبشر بنميز بعضنا، فالروائح كانت يعني متطورة قبل عند الحيوانات اجلكم الله، وبعدين يعني الانسان يأتي يمكن بالدرجة الثانية او الثالثة من ضمن المخلوقات اللي خلق رب العالمين بالارض على موضوع الرائحة. فنحن الرائحة ما أنا مميزة للذكر وللأنثى، هون النقطة تبعي اللي بتمنى كل الأخوة وكل اللي عم يحضر الفيديو يشاركني رأيه بهذا الموضوع، لأنه راح انتقل بفيديو آخر إن شاء الله قريبا نحكي فيه عن أشياء أخرى كمان بيلزمني رأيكم فيها. مثل هذا الموضوع كرأي أنا بالنسبة لي ما في فرق بين العطر الرجالي والنسائي، وإنما هو أسلوب تسويقي للشركات الخاصة أو المطورة أو المصنعة على العطور.